مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من الف سبور. حلقه اليوم غادي نخصوا الحديث على اخر مستجدات البطوله، وضيفنا هو الاعلامي الرياضي عبد الصمد ولد شايبه. سي عبد الصمد، مرحبا بك معنا وشكرا على قبول الدعوه. بالعكس، الشرف ليا، خصوصا تجربه الف سبريس هي كتشكل موقع الكتروني متميز فيه العديد من المهنيين، وانا سعيد ايضا بتواجدي هنا معك. بارك الله فيك سي عبد الصمد، وحنا لينا الشرف انك تكون معنا. مرحبا بها. كيف شفتي سي عبد الصمد، اليوم غنتكلموا على اخر مستجدات البطوله، وغادي نبداو بفريق الوداد الرياضي. كنشوفوا ان فريق الوداد الرياضي حاول يتجاوز هذيك حاله الاستئصاء اللي كانت عنده خلال المباراتين الاخيرتين على ضوء الفوز الاخير اللي حققوا. واش نقدروا نتوقعوا ان الفريق غادي يتجاوز ازمه النتائج اللي كانت عنده مؤخرا، ولا نقولوا يخرج من نفق الازمه؟ هي شوف، فريق الوداد الرياضي شأنه شأن العديد من الأندية الوطنية، كيمروا من واحد مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية الكل كيعرفها، وأنها مرحلة كتمر لا على مستوى التسيير، لا على مستوى الطاقم التقني، لا على مستوى كذلك اللاعبين. وبالتالي ففريق الوداد الرياضي الآن كيبحث عن الهوية، مع مدرب جديد، مع رئيس جديد، مع لاعبين جدد. وبالتالي فريق الوداد ما عندوش خيارات كثيرة، الخيار الوحيد هو أنه انتظروا العمل والصبر. ولكن هنا غادي يصطدم بالضغط الجماهيري. واش الجمهور؟ لانه الفرق المرجعيه والتاريخيه هي فرق خلقت من اجل الالقاب، ما خلقتش من اجل المنافسه. وبالتالي فريق الوداد الرياضي الان مكونه الفلسفه ديالو ما يمكنش تترجم في 8 دورات او 9 دورات. فعلى الاقل اقول وعلى الاقل غنتظروا نهايه مرحله الذهاب باش تكون لنا واحد لا فيزيبيليتي، واحد الرؤيه واضحه الى اين يمضي الوداد. يعني والجمهور حتى هو مطالب في هذه اللحظه يصبر على اللاعبين وعلى المدرب الجديد. شوف، الجمهور وعلمتنا يعني الممارسه لهذه السنوات الطويله هو انه كلما صبرتي على اي فريق كلما غتاكل الثمار ديالو. ما يمكنش انك فريق غيرتيه بنسبه 90%، واقول واسطر عليها 90%، مدرب في اول تجربه خارج البلد ديالو، وبالتالي مكونه باقي مدرب شاب، وبالتالي خص الصبر. حتى رئيس الوداد اللي كيتحمل المسؤوليه ديال انه جاب هذا الاطار يلزمه الوقت، وبالتالي الجمهور ما عندوش خيار اخر. لان كنا كنعرفوا الاحداث اللي مر فريق الوداد، رحيل رئيس الوداد السابق، وخصوصا بانه كان سنوات وكان هو الامر والناهي، وكان كيشكل قوه ضاربه لفريق الوداد. الان فريق الوداد مع عهد جديد، هذا العهد الجديد كيلزم عليه انه ينتظر الوقت. ولكن اللي غادي يمكن انه الجمهور ينتقده وعنده فيه الحق هو هذيك التشكيله، واش قادره انها تمثل فريق الوداد احسن تمثيل. وبالتالي الان هنا غادي نرجعوا للدور ديال الاداره التقنيه ديال فريق الوداد. واش كان اختيار لاعبين بناء على قناعات تناسب فريق الوداد، واش انها تتناسب مع المدرب؟ وبالتالي فاعتقد بانه احسن طريق وابسط طريق هو انه يصبروا على فريق الوداد على الاقل نهايه مرحله الذهاب لتتضح الرؤيه. سي عبد الصمد، غادي نتكلموا على فريق الرجاء حتى هو. فريق الرجاء منذ انطلاقات البطوله هو كيعاني من نتائج متاثره، ومؤخرا كان عنده تاثر كبير مع المدرب البرتغالي الجديد ديالو. من وجهه نظرك كيفاش تقدر تعلق لنا على هذا الامر هذا؟ شوف، الا بغينا نربطوا هذا الوضع اللي كيمروا فريق الوداد ولا الرجاء، غادي نشاهدوا الوضع العام. الان كل شيء كيتساءل علاش المستوى ديال البطوله وصلت لهذا الدرجه. تراجع شويه. ماشي تراجع، كاين تراجع وكاين كذلك عدم استقرار، وكاين حتى طابور المقدمه مع طابور المؤخره ما كاينش فرق. يمكن انك جوج لقاءات تخليك في المقدمه وجوج لقاءات تخليك في اسفل الترتيب. اللي بغينا نتعرفوا على الدوري المغربي خصنا ندير واحد التشخيص، والتشخيص باش نكونوا امناء واقعيين خصنا نربطوه بالسياق التاريخي ديالو. علاش البطوله هذا الموسم ما وصلتش لذاك المستوى وما لباتش انتظارات الجماهير؟ كاين العوامل، عديد من العوامل المؤثره. نبداو بعامل الليتيج، يعني هذا عامل حقيقي يفرض نفسه. لان كنا ما كتلاحظوا بانه كل شيء الانديه كانت مهدده بالمنع، وبالتالي هذا المنع خلى الرؤساء ديال الانديه وخلى الاداره كلهم عندهم هم واحد، هو انه متى سنؤهل اللاعبين، من سيكون معنا ومن لم سيكون معنا. وبالتالي مشات واحد الفتره اللي مهمه جدا، هي فتره الاعداد، وهي اللي كانت كتكون علاش كنسميوها فتره الاعداد، هي فتره التحضيرات.
الكل شيء بقى مركز على التحضير وما ركزوش على انهم كيفاش غادي، ما بقاوش مركزين على التحضير، ركزوا كيفاش انهم غادي يأهلوا اللاعبين. هذا العامل الاول. العامل الثاني هو انه حتى هذيك البرمجه ديال المباريات المتتواليه لمرات السنوات هذه السنتين الاخيرتين اثرت على انه اللاعب المغربي واش مؤهل يقدر يلعب في ظرف 10 ايام ثلاثة اللقاءات. وهذا مشكل كبير. أنا كان حديث بحكم اقترابنا بالمهنة وبحكم اقترابنا من الرياضيين، حديث لا مع اللاعبين لا مع المعدين البدنيين، كاين واحد الإجهاد، هذا أثر. ثاني حاجة كاين السيولة المادية، كاين أزمة مالية خانقة، وملي كتكون الأزمة المالية الخانقة ما كتنتظرش إدارات كبيرة. رابع حاجة وهذا هو اللي خصنا نركزوا عليه، هو أنه هاد العوامل، إلى العامل الرابع عفوا، هو عامل كل شيء الأندية ما كيلعبوش في الملاعب ديالهم. كأن أنت ملي كتكون خارج الديار كتكون محروم من واحد الدفء، لأنه أنت ملي كتمشي تفاصيل الملعب كتكون قريبة لك. دابا الا سولتي لاعب ديال الرجاء ولا لاعب ديال الوداد فغتلقاه كيعرف كل متر من مركب محمد الخامس. الان غيمشي لملعب اخر غيبدا يكتشف. اذا الان اللي غنقول لكم هو انه هاد فتره تسعة دورات اللي مرت هي فتره اعتبرها انا شخصيا من وجهه نظر عبد الصمد والشيبه انها مثل فتره تدريبيه، فالايقاع الحقيقي غادي نشوفوه ابخي 10 دورات. وتحدثتي لي على الوداد، هادو هما الفرق الكبيره تعاني، ولكن كاين مقولة شهيرة أنه الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت، لأن عندها قاعدة جماهيرية في انتظار أنه ترجع الملعب ديالها غادي يرجع المستوى. حنا كنمروا بدور هذاك المرحلة الانتقالية اللي كتمر منها الأندية الوطنية، فبالتالي سي نورمال وطبيعي أنه ينزل الإيقاع في انتظار تحصل الدورات وغادي يرتفع الإيقاع. ولكن مرة أخرى خص واحد سيولة مالية، خص حلول واقعية المسألة الدعم المادي. سي عبد الصمد في الكلام ديالك اشرتي لمسألة الهوية ديال الفريق، واش نقدروا نقولوا ان هاد الاندية ملي كانت تتعاقد مع المدربين ما خداتش بعين الاعتبار مدرب اللي كيلائم الهوية ديالها؟ شوف هنا مزيان كنشكرك على هذا السؤال اللي هو سؤال واقعي ويفرض نفسه. الان لما تحدثوا على الهوية ضروري نعطيو الامثلة باحد الاندية. فمثلا اذا بغيتي تعرف الهوية الحقيقية ديال اي نادي فغادي تعرفوا من مدرسه الفريق. هنا الدور ديال الاداره التقنيه، فالاداره التقنيه هي اللي كتقوم بالتعاقد مع المدرب، ولكن كيلقى اون باز دوني. هاد لا باز دوني مثلا غادي يمشي لك الفريق الوداد الرياضي على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، فريق الوداد الرياضي شنو هما اللاعبين اللي مشاو في الشباب في هاد السنوات الاخيره؟ واش تعطاتهم الفرصه؟ واش كان هناك تكوين حقيقي في مدرسه الوداد؟ لأن يعني الأخبار اللي عندي أنه كانوا بالفعل لا في فترة الرئيس السابق الناصري كانت مشاكل كبيرة على مستوى الشبان، لأنه التركيز كان كله على الفريق الأول وما كانتش البصمة، وبالتالي كتضيع هذيك الهوية البصرية لفريق الوداد واللي كتنعكس على اللاعبين ما كنشاهدوهمش في مستويات كبيرة. وهذا هو اللي خلانا أننا كنفقدوا على عكس ما كتعيشوا أندية أخرى، وغادي نقول على حساب مثلا الأندية العربية البارزة واللي كانت منافسين شرسين، لا فريق الأهلي المصري، فريق الزمالك، فريق الترجي، النجم الساحلي. لأنه الآن خاصة تكون الهوية كتكون من الإدارة التقنية ومن كذلك الكاتيجوري، يعني فئات العمرية كتكون هذاك هو تكوين فريق. الآن كيجي مدرب كيلقى أمام واحد مجموعة لاعبين خصو لو ماكسيموم يخرج من ذوك اللاعبين. يعني هذه المسألة هذيك فسرتيها ربطتيها بالفئات العمرية. بالفعل تكوين 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 وحتى هذيك لا فيزيون والتصور ديال الإدارة التقنية. سي عبد الصمد اليوم كاين حديث على تعيين مساعد مغربي للأطر الأجنبية، واش كتشوف أن هذه المسألة هذه هي حل الأزمة أولا خطوة لتخفيف الضغط مثلا؟ شوف الا كان هنا ما غاديش نقدر انا نجاوب، ولكن نعطيك ماشي شوف لا فيزيون مثلا التصور اللي عند اللي عند اللي عند الناس المشرفين لا على الوداد لا على الرجاء، الفرق الكبيره اللي عندهم مثلا كيبغيو يشوفوا انهم خصنا مدرب مساعد باش انه اذا كان انهم من اجل امتصاص الضغط لا اعتقد بانه غادي تكون عمليه ناجحه، لان غتكون فقط لدورات ولا ما تحسنتش النتائج، وبالتالي سيتم التضحيه بالطاقم بكله. ولكن في الواقع ومن تجارب اقولها بانه لابد اي مدرب كيفما كان
انا كان عندي علاقه مع صحفيين مصريين، لا يمكن انه صعيب باش ناخب الوطني، اقول ناخب الناخب الوطني في المنتخب المصري، انه ضروري في الطاقم التقني، رغم انه كتكون شروط باش انك تجيب مدرب كبير انه كيكون كتخضع للشروط ديالو، يعني ما يمكنش تدخل فيه، ولكن الجامعه المصريه والاتحاد المصري كرة القدم ضروري كيكون انه في الطاقم التقني يكون مساعد وطني. علاش؟ اولا لانه كيقولوا هما مثلا في الشرط باش يستفد من خبرات ذاك المدرب، يعني اولا خاصو يكون انه الخبرات، ثانيا لتامين تلك المرحله الانتقاليه، ثالثا لتسهيل التواصل، وبالتالي انا مع فكره انه يكون المدرب المساعد يكون مغربي في الانديه الوطنيه، لانه يعلم تفاصيل التفاصيل، يعلم احساس الجمهور، يعلم احساس اللاعبين، وبالتالي من اجل التوصيل. لا ارى في انها كتكون عرقله، ولكن هنا كنصطدم مره اخرى مع بعض المدربين اللي كيقول لك بانه مثلا كتجيب لي مدرب مساعد فكانه سيشكل لي مصدر ازعاج، كيكون متمسك بالطاقم ديالو هو، ولكن كما قلت لك الاشقاء والاخوان المصريين وحتى بالنسبه للاخوه التونسيين ضروري كيكون يقدر يكون مدرب مساعد ثالث، ولكن دائما كتكون لانه حتى نديرو افتراضا جبنا هذا المدرب خضعنا لشروطه نجح بجامعك البطوله، ولكن شنو غنستافد انا كنادي؟ على الاقل كان خص يكون واحد المدرب وطني مادام اني كنتعاقد معاك باجر كبير، على الاقل ياخذ هذيك الخبره، لانه تقدر انت يجيك عرض اخر، تقدر انك تمشي للمنتخب الوطني، تقدر تمشي للنادي يكون كبير، ولكن خصو يضمن النادي يستافد. وبالتالي انا مع هذه ما يكون ما نخضعوش لهذوك العقده ديال شروط الادعاء، لانه كيكون مثلا عقد ادعاء كيجيو كيقول لا انا فارم ها شنو عندي شنو بغيتي ما بغيتيش، لا غادي نجي ونجيب معايا الطاقم ديالي، الطاقم ديالي لا غادي نقول لي مرحبا به، ولكن انا شخصيا كنقول لي ضروري غيكون معاك في الطاقم على الاقل الاستفاده. سي عبد الصمد غنتكلموا على شباب المحمديه، ولا شفتي انه كيوقع على واحده من اسوء الانطلاقات في البطوله، لانه لحد الان عاجز على تحقيق الفوز منذ 9 جولات، في نظرك واش غادي يكون هو اول فريق يعلن الاستسلام، ولا نتوقع اننا غادي نشوفوا تغيير مع باقي الدورات؟ شوف المتتبع للشان ديال فريق شباب المحمديه كيعرف بانه فعلا كاين مشكل كبير عند فريق شباب المحمديه، عندهم واحد الحجم منوع من الانتدابات، وعنده كذلك واحد الحجم ديال الديون كبيره. باش انه فريق شباب المحمديه يخرج من هذه الازمه خصو اولا يرفع المنع، ثانيا انا شخصيا كنقول بانه الامل الوحيد هو انه ينتظر مرحله الانتقالات الشتويه باش انه يقوم ينفع اولا المنع ويقوم بانتدابات من اجل تعزيز التركيبه البشريه، لان بالفعل شباب المحمديه يعيش أسوأ المواسم، وكتشاهد بانه صعيب ما عندوش ذاك لو ريتم في بطوله، باقي ما لقاش لو ريتم يعني لو ارتفع الايقاع اكثر غتكون هو ضحيه ديال المشاكل الماديه. اعتقد بانه بلغني بانه كانت هناك اتصالات مع السلطات المحليه ديال فريق شباب محمد ديال مدينه المحمديه في شخص عامل الاقليم باش انه يلقى المشاكل، ولكن من اجل انه يعطي هذيك المنحه، ولكن ماذا الشرط؟ السلطات شرطت بانه تلك المنح بانها التي ستمنح ستعطى الفريق انها ما تمشيش للليتيج، ما تمشيش للنزاعات ديال النادي، لانه لو مشات النزاعات ديال اللاعبين يعني كل هذيك المنحه غادي تابسوربا، يعني غادي تمتص هذيك السيوله، وبالتالي اللي اشترط هو انه تمشي تخلص. هنا كاين واحد الاشكال، اعتقد بانه اللي بلغني كاين هناك غدار واحد القضيه اللي غيكونوا فيها رجال اعمال برعايه السلطه المحليه باش انهم يشوفوا في حل لفريق الوداد، لان كنا كنا الفريق شباب المحمديه لان كانت عندها حد حاله تنافي، الان ترفع حاله التنافي، ولكن اللي نتمنى هو انه فريق شباب المحمديه فريق مرجعي كذلك من الفرق اللي تاريخيه، كنا فريق ديال احمد فراس، فنتمناو بانه فريق شباب المحمديه يخرج من هذه الازمه، لانها فعلا ازمه خانقه، وما كنشوفش انه في الفريق واستسلم ولا انه حتى ينزل القسم الوطني الثاني، اعتقد بانه الا خرج من قسم الاضواء سيعاني طويلا
لانه كانت صعوبه كبيره باش انه صعد فريق الجمهور. نتمنى ان الايام القادمه تكون تحمل اخبار سر على هذا الفريق هذا سعد الصمد. اذا متمنياتنا متمنياتنا سعد الصمد باش نختم معك. حنايا غادي نقرب غادي نكملوا الدور الاول من البطوله. توقعاتك لمستوى التنافس القادم من الجولات؟ شوف بالنسبه للتوقع اعتقد بانه فريق الوداد والرجاء هما الاكثر حديث لانهم الاكثر جماهيريه والاكثر شعبيه مطالبين برده فعل اقوى. واعتقد بانه هذا رده فعل اقوى خصها تكون على اقل من دوره او دورتين على نهايه مرحله الدعم، يعني لو ماكسيموم. دابا حنا الان مقبلين على الدوره 10، فهذه الثلاثه الدورات القادمه خاص تكون واحد رده فعل اقوى، والا بانها ربما غادي تكون تغييرات. هذه شيء واحد. ثاني اخر، الفريق اللي قدم نفسه هو اللي غادي يكون الحصان الاسود هذا الموسم هو فريق نهضه بركان اللي كيجني اقولها ثمره الاستقرار المادي، الاستقرار التقني، والاستقرار حتى على مستوى التسيير. هادو ثلاثه العوامل هي اللي عطات هاد النتيجه اللي كتشاهدوا فريق نهضه بركان. ولكن فريق نهضه بركان ما يمكنش نلبسوه ثوب البطل قبل ما توالى الدورات، لانه علمتنا كره القدم بان لا يجب ان نثق في التوقعات، ولكن العمل هو العمل ثم العمل. شكرا لك سي عبد الصمد على الحضور ديالك، وشكرا لما قدمتي لنا اليوم في هذه الحلقه من توضيحات، وكنت جد سعيده باستضافتك سي عبد الصمد. نتمنى بان نكون خفيف الظل، ونتمنى بانني نكون اعطيت اضافه لهذه المقابله، وانا اسعد والهاتف ديالي راه ديما مفتوح امامكم. مرحبا. بارك الله يعني فيك. اعتز بانني نشتغل مع موقع فيه العديد من المهنيين اللي كانوا اصدقاء الامس اصدقاء الدراسه. مرحبا بك سي عبد الصمد، وشكرا لك مره اخرى. مرحبا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء في عدد جديد.